أربعة للبودكاست. وبسبب طبعا ضغوطات العمل والالتزامات العائلية وعدم قدرتها على أنها تتبع نظام غذائي صحي معظم الوقت، كمان تبعات ما بعد الولادة من ترهلات وزيادة وزن، فهي بتعاني من تراكم دهون في منطقة البطن والأرداف. أهلا وسهلا بيكم أصدقائنا المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست الخلاصة من إنتاج شبكة أربعة للبودكاست. النهاردة عندنا حالتين زيادة وزن، ورغم محاولاتهم الكتيرة في إنقاصه إلا إنها كانت دايما محاولات نتيجتها ما كانتش مرضية ليهم أبدا. أول حالة عندنا هي مريم، عمرها 33 سنة، بتشتغل معلمة وأم لطفلين، وبسبب طبعا ضغوطات العمل والالتزامات العائلية وعدم قدرتها على أنها تتبع نظام غذائي صحي معظم الوقت، كمان تبعات ما بعد الولادة من ترهلات وزيادة وزن، فهي بتعاني من تراكم دهون في منطقة البطن والأرداف. جربت كتير من أنظمة الدايت لكن نزول وزنها كان بطيء وبصعوبة. الحالة التانية هو علي، عمره 28 سنة، بيشتغل مهندس وبيمارس الرياضة بشكل منتظم، لكنه بيواجه صعوبة في تحقيق شكل جسمه المطلوب. الدهون كمان عنده متراكمة في منطقة البطن والأرداف، وفي تاريخ عائلي للسمنة وأمراض القلب. طب إيه النظام اللي احنا ممكن نقترحه لمريم وعلي علشان يقدروا يتخلصوا من الدهون المتراكمة عندهم بسهولة ويوصلوا لشكل جسمهم المثالي؟ خليني أخدكم في جولة سريعة كده علشان أقول لكم ليه هختار النظام ده تحديداً وإزاي هو هيساعدهم في التخلص من الدهون الزيادة في جسمهم ويستبدلوها بالعضلات. أكيد سمعتوا قبل كده عن إن في أكل معين مفيد لجسم أكتر من غيره، يعني على حسب نوع ونمط الجسم. في الأربعينيات من القرن العشرين، العالم ويليام هيربت طور نظرية الأنماط الجسدية، حدد لينا ثلاث أنماط وهما الإندومورف والميزومورف والإكتومورف. هو اعتقد أن الأنماط الجسدية مرتبطة بأنماط شخصية معينة، وبرغم من النظريات دي ما بقتش معتمدة في الوقت الحالي، لكنها سابت أثر كبير في مجالات علم النفس واللياقة البدنية. خلينا نوضح شوية الأنماط دي. الإندومورف هي البنية البدينة السمينة شوية، صفات الشخصية بتكون ممتلئة الوركين والكتفين وبيخزن الدهون بسهولة جدا، والحرق أو الأيض عنده بطيء وبيعاني من صعوبة تكوين العضلات. أما الميزومورف هي بنية متوسطة، يعني لا هو سمين ولا هو نحيف. صفات الشخص فيها إن هو بيكون عضلي متوازن وعريض الأكتاف، عنده توازن في تخزين الدهون وتكوين العضلات، الحرق من متوسط لسريع وفي سهولة في تكوين العضلات. أما آخر نمط فهو الإكتومورف، وده بنية نحيفة، صفات فيها بيكون جسمه نحيف وطويل وضيق الأكتاف، يعني الأكتاف محيطها صغير، وعنده صعوبة في زيادة الوزن وتمثيله الغذائي أو الحرق سريع جداً، وبيعاني من صعوبة بناء العضلات. يعني تقريباً كده الإكتومورف عكس الإندومورف تماماً، هو الوسط اللي فيهم هو الميزومورف. طيب بعد ما وضحنا الأنماط الجسدية التلاتة، هنستنتج إن نمط الحالتين هو الإندومورف اللي هي البنية الجسدية البدينة. طب ليه؟ لأن في نقاط مشتركة في الحالتين، وهم إن هم جربوا أنظمة دايت كتير، بيخسوا بصعوبة وعندهم تراكم دهون في البطن والأرداف. إذن هو النمط بتاعهم إندومورف، ومن هنا هنحدد لهم نظام الإندومورف. إيه نظام الإندومورف ده؟ هو نوع من الأنظمة الغذائية مخصصة للأشخاص نمط جسمهم إندومورف،
ودي لسه موضحين صفاتهم اللي هم الجسم بتاعهم بيكون سمين وبيكون عندهم حرق ضعيف وصعوبة في بناء العضلات. قبل ما أي حد يتبع نظام مخصص لشكل جسمه فهو لازم يكون عارف كويس جداً نوع جسمه وعارف المناسب ليه. الطريقة دي من الدايت جميلة لأن إحنا بنبقى فاهمين جسمنا بشكل صح فبنقدر نتعامل معاه بشكل صح مش ضده، واللي على أساسه بنقدر نحط خطة غذائية وتمارين رياضية مناسبة لاحتياجاتنا إحنا، وبنحدد أهداف واقعية لينا بتساعدنا في إن إحنا نقدر نتخلص من الوزن. يعني مش أي نظام دايت هتتبعه وخلاص، ده أنا درست شكل جسمي وعرفت إيه اللي أنا محتاجه فحددت نظام غذائي خاص بي أنا وتمارين رياضية خاصة بي أنا. عشان كده ده بيعتبر من أفضل الأنظمة خصوصاً على النفسية. أكدت الأبحاث الحديثة كمان إن نوع الجسم ليه أثر على الأداء الرياضي، وفي دراسة أجريت سنة 2018 في مجلة بلوس ون إن الرجال أصحاب البنية المتوسطة اللي هو الميزومورف أدوا بعض التمارين الرياضية بشكل أفضل من نمط الجسم النحيف اللي هو الإكتومورف، ومنها قالوا إن نوع الجسم هو اللي بيتنبأ بإمكانيات قوة الإنسان. خلينا بقى نركز شوية في نظام الإندومورف اللي إحنا هنكتبه للحالتين بتوعنا النهاردة. النظام ده بيعتمد على تقليل الكربوهيدرات لحوالي 30-40% من سعراتنا اليومية، وهنزود من الكربوهيدرات اللي عندها مؤشر جلايسيمي منخفض. المؤشر الجلايسيمي ده هو اللي بيصنف الأطعمة اللي فيها كربوهيدرات تبعاً لقدرتها على رفع نسبة السكر في الدم. طب إيه هي الكربوهيدرات اللي فيها مؤشر جلايسيمي منخفض؟ الحبوب الكاملة والخضروات الورقية. يبقى هنقلل من الكربوهيدرات عامة لحد 30%، والكربوهيدرات اللي هنأكلها دي تكون حبوب كاملة وخضروات ورقية، يعني كربوهيدرات صحية المؤشر الجلايسيمي بتاعها منخفض. كمان بيعتمد على زيادة البروتين، وده ضروري لبناء العضلات. احنا عايزين نعلي الحرق ونساعد في بناء العضلات بشكل أكبر. كمان إن أنا أزود من البروتين هيحافظ على الشعور بالشبع عندي لأطول وقت ممكن، ونسبة البروتين في النظام ده بتوصل من 35-40% من سعرات اليوم. وبرضو هناكل الدهون الصحية. الدهون الصحية مهمة في أي نظام، ومهمة بشكل ضروري كمان في النظام ده، وبتكون من نسبة 30-35% من سعرات اليوم. ومصادر الدهون الصحية وضحناها كتير قبل كده، بس هي زي الأفوكاتو والمكسرات وزيت الزيتون مثلا. هنكتر كمان من الأطعمة الغنية بالألياف. لازم إن احنا ناكل أطعمة مليانة بالألياف كتير علشان تحسن الهضم عندنا وبرضو تعزز الشعور بالشبع. كمان الوجبات بتاعتنا هتبقى صغيرة وكتير، يعني مثلاً 5 وجبات في اليوم. ليه؟ لأن الوجبات المتكررة دي هتحافظ على مستويات الطاقة عندي والاستمرارية لفترة أطول على النظام ده. طيب أنا قلت العام، إيه الأكل بالظبط اللي أنا أكله؟ يعني إيه البروتين اللي أنا أكله؟ إيه الكربوهيدرات اللي أنا أكلها؟ إيه الأطعمة الغنية بالألياف ديت؟ وإيه الدهون الصحية؟ خلينا نوضحها بشكل أكبر شوي. أولاً البروتينات فمسموح عادي، الفراخ والسمك والبيض والزبادي اليوناني. الكربوهيدرات المعقدة زي الكينوا والشوفان والحبوب الكاملة، البطاطا الحلوة، الخضروات الورقية زي السبانخ والبروكلي. الدهون الصحية زي الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون. الأطعمة الغنية بالألياف زي الفواكه والخضروات عامة والبقوليات، عدس، فاصوليا، حمص وما إلى آخر. طيب هو ممكن نوضح أكتر نظام يوم؟ يلا بينا. أول حاجة مثلا على الفطار مصدر البروتين بتاعنا هيكون بيض أو زبادي يوناني، الكربوهيدرات المعقدة شوفان أو حبوب كاملة، الدهون الصحية أفوكاتو ومكسرات. يبقى الصبح كده الطبق بتاعي بيضتين مسلوقين مثلا، توست حبوب كاملة ونص أفوكاتو أو مكسرات، أو علبة زبادي يوناني
معاها مكسرات. السناكس اللي بعد الفطار ممكن تبقى تفاح أو توت أو حفنة من المكسرات، يعني من 10-15 حبة مكسرات. وجبة الغداء البروتين هيكون فراخ مشوية أو سمك، خضروات سبانخ أو بروكلي أو خضروات سوتيه منوعة. الكربوهيدرات المعقدة ممكن كينوا أو حبة بطاطا حلوة. دهون الصحية برضو زيت زيتون بنحطها على السلطة، يبقى ممكن مقدار مثلا ربع فرخة مشوية معاها خضروات مشوية كده حواليها وحبوب الكينوا وسلطة منوعة وبنحط عليها زيت زيتون. بعد الغدا كمان في وجبة سناك، ممكن يبقى خضروات منوعة، جزر وخيار وفلفل ألوان متقطعين كده شرايح، معاهم صوص الحمص أو صوص الزبادي اليوناني، بحيث نغمس الجزر أو الخيار أو الخضروات مع الحمص والزبادي اليوناني. وجبة العشاء ممكن تكون فيها مصدر بروتين تقيل زي مثلا قطعة لحمة حمراء أو سمك أو بواقي الفراخ مثلا من الغدا، وخضروات فلفل طماطم خيار أي خضروات وأفوكادو أو جوز. ممكن تبقى وجبة خفيفة برضو زبادي يوناني معاه أفوكادو أو زبادي يوناني معاه تفاح، وممكن قبل النوم مشروب أعشاب دافي. ده كده يوم كامل من نظام الإندومورف. حلو جدا. في النظام ده مش بس بنعتمد على الأكل، كمان بنعتمد على تحديد ممارسة الرياضة بانتظام. وهنا هنحتاج إن احنا نجمع بين تمارين القوة والتمارين القلبية. يعني إيه؟ تمارين القوة دي تمارين بتبني العضلات وبتزود قوة الجسم، زي رفع الحديد والأوزان الحرة واستخدام الأجهزة وتمارين وزن الجسم نفسه زي الضغط والبلانك والسكوات. أما تمارين القلب فدي اللي بتزود معدل ضربات القلب وبتعزز من قدرة التنفس واللياقة البدنية عامة، وبيكون هدفها الأكبر زيادة صحة القلب والأوعية الدموية والتحمل البدني وزيادة الحرق، زي الجري، المشي السريع، السباحة، ركوب الدراجات، الأيروبكس عامة، نط الحبل، والآلات اللي بترفع من معدل ضربات القلب زي جهاز المشاية وجهاز العجلة. طيب بعد ما تعرفنا على نظام الأكل ونظام الرياضة، إيه هي الفايدة أو وجه الاستفادة من إن أنا هتبع نظام الإندومورف؟ أول حاجة إن أنا هقدر أوصل للشكل جسمي المطلوب، الشكل جسمي الصح، يعني هزود نسب العضلات وهقلل نسب الدهون، هيكون عندي دايماً طاقة وعندي شعور بالشبع لفترات أطول، هحسن الحرق وهحفز حرق الدهون، هقلل مخاطر الأمراض المرتبطة بالسمنة زي السكري وأمراض القلب، وده لأني بعتمد في الرياضة بشكل كبير على صحة القلب. لكن الحلو ما بيكملش. على الرغم من فوائد نظام الإندومورف الكتيرة وإن اللي بيتبعوه بيوصلوا لنتائج حلوة جداً، لكن أكيد ليه عيوب بتواجه اللي بيتبعوه، وهي بيكون في بعض القيود الغذائية الشديدة شوي، لأن تقليل الكربوهيدرات وزيادة البروتين ممكن يؤدي للشعور بالحرمان شوية وبالتالي صعوبة الالتزام على المدى الطويل. وممكن حد يركز على البروتينات أكتر من العناصر الباقية ويهمل الخضروات والفواكه المليانة بالفيتامينات والمعادن، فده هيؤدي عنده لانخفاض الطاقة عشان هو تجاهل كتير من الأطعمة المفيدة. وحلها إنه لازم يكون عنده توازن، لازم أي وجبة يكون فيها خضروات سواء الفطار سواء الغداء سواء العشاء حتى السناكس، يركز على وجود الخضروات دايما موجودة عنده، وبالنسبة للفواكه ياخد المسموح له في اليوم وما يهملهاش خالص. كمان بيعتبروا من عيوبه إنه مش مناسب للجميع لأنه هو محدد لأصحاب الجسم الإندومورف بس، ولكن حتى أصحاب جسم الإندومورف لازم يكون في استشارة لأخصائي التغذية قبل ما يتبعوا النظام ده أو أي نظام تاني، لأن بيكون دايماً في تحاليل بتحدد لي مستوى الكوليسترول، مستوى الفيتامينات في الجسم، هل الجسم ده يصلح وتمام ليه إن هو يتبع نظام الإندومورف، لأن نظام الإندومورف بيكون شوية فيه نسبة عالية من الدهون، فلازم يكون عندنا التحليلات قبل ما نتبع النظام. يعني أنا ما خلاص عارف إن أنا جسمي إندومورف أدخل فيه على طول، لازم يكون الأول في استشارة
عشان ما يحصلش أي نتائج عكسية. النظام ده برضو بيتصف ببطء فقدان الوزن شوية. ليه بقى؟ ده في عامل نفسي شوية بسبب الإحباط. ممكن أصحاب جسم الإندومورف هما أوريدي عندهم الحرق ضعيف، فيجيلهم إحباط بسبب إن غيرهم بينزل بسرعة في الوزن، ولكن هما شوية جسمهم حرقه ضعيف فبنزل ببطء في الوزن، فلا خلاص مش هكمل، ده النظام ده مش جايب فايدة. ولكن برضو ضروري جدا التحفيز المستمر، وطالما أنا عندي هدف يبقى أفضل ماشي لحد ما أوصل للهدف ده. النظام ده لو خلاص الأخصائي كتبهولي وبدأت فيه لازم أتبعه صح، أمشي على تعليماته صح، يكون دايما عندي تحفيز، دايما عندي تشجيع لنفسي عشان أوصل لشكل جسمي المطلوب. كمان من آخر عيب لي، ولكن هو ده حاجة جميلة جدا ممكن البعض يعتبره عيب، وهو زيادة ممارسة الرياضة. أنا في النظام ده محتاج لأن أنا أمارس الرياضة بانتظام، وبيكون عندي تخطيط وتحضير للوجبات. ممكن ده يبقى ضغوط على البعض، ولكن هو ده اللايف ستايل الصح، إن أنا أخطط وأحضر وجباتي المناسبة، وإن أنا أمارس الرياضة بانتظام على أي نظام دايت، هو ده الصح. فما نحاولش إن احنا نعمل ضغوط وأشوف إن أنا لازم أحسب الكالوريز، وإن أنا لازم أتبع النظام بالظبط، وإن أنا لازم أمارس الرياضة، يبقى ده يكون عليا ضغط. لا، أخده بكل سهولة وتقبله علشان أقدر أحقق بيه هدفي. أخيراً، لو أنا خلاص قررت إن أنا اتبعت نظام الإندومورف وكل حاجة مناسبة وتحاليلي كويسة ومفيش عندي أي مشكلة، إيه النصايح اللي ممكن أقدمها لك وإنت بتتبع نظام الإندومورف؟ كالعادة، شرب المية بكميات كافية وكثيرة عشان دايماً يكون جسمي رطب ويساعدني في عملية الحرق ويقللي برضو من الشهية. وأنا بنصح بكوب مية الصبح مع معلقة بذور الشيا على الريق، هيقلل من الشهية وهتفيدني جدا. أقلل بقدر الإمكان من الأطعمة المصنعة. طبعاً هو إحنا أوريدي متجنبين تماماً الحلويات والسكريات، ولكن الأطعمة المصنعة، اللحوم المصنعة، الحاجات ديت كلها يفضل بشكل تام إني أمنعها. أعتمد على المصادر الطبيعية بشكل أكبر. ألتزم بحجم الحصص. أنا الأخصائي محدد لي الوجبة دي، يبقى خدها بحجمها بالظبط، سواء كانت بالنسبة لي زيادة أو بالنسبة لي قليلة، ما زودش ولا أقلل. ألتزم بحجم الحصص وألتزم بعدد الحصص، بعدد الوجبات، الفطار، السناكس، الغداء، السناكس، العشاء، لازم أن أنا أكون ملتزم بيهم. طبعاً أن أنا أكيد أفضل بمارس الرياضة بانتظام وأجمع بين التمارين القلب زي اللي قلناها وتمارين القوة برضو زي اللي وضحناها، لأن ده هيساعدني على النشاط وهيساعدني في حرق الدهون بشكل كبير جدا. وأكيد النوم الكافي لأي نظام دايت، النوم والالتزام بساعات النوم الليلية هتساعدني كتير في النشاط، في الحرق، في المود، في حاجات كتير جدا. وعايزة أختم النصائح دي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني لو نفذنا الوصية النبوية والتوجيهات في اتباع نظام غذائي صحي ومناسب، هنقدر دايما نكون في حالة صحية كويسة ونوصل لمستوى عالي من اللياقة البدنية، كمان نحافظ على نفسنا من الأمراض. بس كده، هو ده نظام الإندومورف. ما تنسيش تنظم الوجبات وأهمية ممارسة الرياضة، واختار الأصناف المناسبة والصحية دايما. ولهنا نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من بودكاست الخلاصة، إنتاج شبكة 4 للبودكاست. مستنية تعليقاتكم واستفساراتكم، وهل جربتوا نظام الإندومورف قبل كده أو حتى سمعتوا عنه؟ اكتبولي في التعليقات. كنت معاكم في التقديم والهندسة الصوتية أنا آلاء ضياء، في حلقة من إعداد نسرين المعلاوي. في أمان الله.